ماتش السكة الحديد ده كنت راجع من أزمير وكنت لعيب دولي وكنا بنلعب تحت 19 سنة وإحنا راجعين اتمرنت مع الفرقة تمرين كنت رجعت يوم الثلاث مرنت يوم الأربع الماتش يوم الجمعة في النادي فأنا كنت كابتن الفرقة فالكابتن حلمي مش عايز يحسسني إن أنا بقى جاي لعيب دولي وحلعب مع الناشئين ما فراح نازل أوضة اللبس الكابتن حلمي وقال لي كان عندنا مدرب اسمه فاندلر ولا كان مدرب يوغوسلافي وجابه ودخل الاوضه كان بيمرنا كابتن رافت عطيه الله يرحمه كابتن حلمي راح جاي قال لي انت الكابتن مش هتنزل الكابتن قلت له رحت رد فعلي على طول مش هنزل الكابتن قال لي قلت له يبقى مش هلعب يعني ما فكرتش خالص ولا ليه ولا قال لي ازاي مش هتلعب قلت له مش هلعب انت بتاخد حاجه بتاخد حقي يعني ده حقي هتاخده يعني انا كابتن الفرقه قال لي لا اللي النادي يقوله قلت له النادي اللي يقوله في 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 النظام بتاع النادي لكن نظام النادي اللي احنا تعودنا ان انا طول عمري كابتن الفرقه من وانا واحنا تحت 15 سنه او مدرسه الكوره وانا كابتن الفرقه فهو بقى عايز يهديني شويه وبطئني شويه ان انا جاي ولعيب دولي وكنت جايب جول هناك في يوغوسلافيا لقيت الكابتن حلمي بيضغط عليا ممكن هو شايف ان انا عشان ما اشوفش نفسي بقى واتنك على اللعيبه فما رضيتش العب فقعدت في المدرج الزمالك شوط الاول خسران 2-0 وانا على فكره انا قلعت لبسي يعني كنت لابس وحلعب كان السكور 16-1 فكنت في السكور اما خرجت بره السكور كنت موجود في السكور فطلعت قعدت في المقصوره اتفرج راح الكابتن حلمي مغلوبين 2-0 والناس فاروق فين ومش فاروق فين دوشه في المقصوره وعلى فكره كان ما فيش كوره انا بكلمك مثلا في 71 ممكن ما فيش كوره فالناس بقى بتسال عليا انا فين فلقوني في المقصوره فالكابتن حلمي ضغط الجماهير عليه راح قال لي قوم انزل العب ولي حساب معاك بعد الماتش انا طبعا انا قاعد في المدرج متضايق فرقه خسرانه هتجنن بقى رحت نزلت المهم كسبنا 3-2 انا بقى كل تفكيري ان ما يحصلش ان الكابتن حلمي يبقى زعلان مني و مش ان انا جبت جوليل او غيرت نتيجه المباراه بتاعتي فكنت كل تفكيري ان كابتن حلمي ما يزعلش مني وان ده حقي فرحه جابوني بقى مجلس اداره كنت عيل صغير دخلت المجلس اداره احنا بنعلمك الادب قلت له علموني الادب علموني حاجه بس ما تاخدوش حقي يعني قول له انتوا عايزين تقولوه بس الا حقي انا كابتن النادي فضلت بقى كابتن النادي لغايه ما طلعت فوق في الفريق الاول على فكره يعني في لعيبه اكبر مني لكن جه مدرب بابي ده سنة 74 خلاني كابتن النادي يعني ما كنت كان في بقى ساعتها في يعني لعيبه اكبر مني ولعيبه اقدم مني ولعيبه اعظم مني لكن خلاني كابتن الفرقه.